هجرس، هاني، مرتضى او مرتدلة، جو، باسم، كل دي اسماء لمحمد سلام. ايوه، ودي اهم اعماله فعلا. ولكن لو جينا نبص كده على بداياته هنلاقيه كان محظوظ جدا. والله ما بحسدك يا فنان، ولكن كان في قبول غير طبيعي، لانه هو نجح وبدا يتعرف من تاني عمل ليه حرفيا. يعني اول عمل كان مع احمد عز في فيلم الرهينه، ولكن طلع مشهد واحد في الفيلم، خلينا نقول كومبارس. ومش هو لوحده على فكره، كان معاه اوتاكا ومحمد فراج، وده لانهم كانوا صحاب جدا في الفتره دي. واصلا اوتاكا هو اللي اقترح على سلام حوار التمثيل ده، لان سلام كان فاشل دراسيا الى حد ما، وكان شايل 5 مواد تقريبا. الترم الاولاني لقيت نفسي شايل 5 مواد، فمحطم مش عارف اروح فين. وانا كان طموحي ان انا اطلع معيد، يعني عايز ابقى معيد. ازاي نفسك تبقى معيد وشلت 5 مواد؟ مش عارف. بيعدي 2 3 سنين على الفيلم، وبيعمل فيلم طير انت مع احمد مكي، وبيقوم بدور دكتور جو، اللي رغم ان هو صغير جدا ولكن اثر فينا كلنا وبنفتكره لحد دلوقتي. وبيبدا احمد مكي ويعمل اول جزء من الكبير قوي، ويجسد لنا شخصيه مفيش 2 اختلفوا عليها بالظبط، هجرس. ايوه، اللي قال ده في حرف الجيم. رغم كل ده مفيش مشهد واحد بيظهر فيه الا وتضحك 2 3 مرات. اوعى تكون ما بتضحكش من هجرس، يبقى انت شخص مرعب. انا مش عايز ابالغ، ولكن نص اللي بيتفرج على مسلسل الكبير بسبب حبهم لهجرس، والنص التاني علشان حزلقوم. هل تتفق معايا في الحوار ده ولا لا؟ لا بجد، يعني شخصيه رايقه قوي. تفيل لو عمل فيلم باسم هجرس ينجح نجاح غير طبيعي. بعد دوره ده الناس بدات تنده له بهجرس، محدش يعرف اسمه الحقيقي. المهم بعد ما بيعمل الجزء الاول وينجح نجاح غير طبيعي، بيرجع يعمل مع ميكي تاني في نفس السنه فيلم لا تراجع ولا استسلام كضيف شرف، وبعدها يعمل فيلم من اجمد الافلام الثلاثيه بالنسبه لي، الا وهو AUC اللي كنا عملناه عنه حلقه قبل كده، لو عايز تتفرج عليها هتلاقيها في الاي اللي فوق دي. وفي نفس السنه دي يعمل الجزء الثاني من الكبير قوي، وبرده في نفس السنه يعمل سيما علي بابا، ولكن الفيلم ده مش بينجح في الوقت اللي بينزل فيه، ولكن دوره كان قوي في الفيلم الارشدوك ولا الارنب فاكرينه. ويرجع بعديها بسنتين يعمل الكبير الجزء الثالث، ما خلاص الناس حبته وبدا هجرس يدخل قلوب الناس من غير استئذان، والكيمياء اللي بينه وبين جوني اجمد من كيمياء مايا وجوني، ويا رب ما تكون فهمت. المهم بيرجع بعد 4 سنين من توقفه عن الافلام ويعمل كابتن مصر مع محمد امام، ومن هنا بيكون اتحصر سلام في الدور الثاني، يعني صعب يكون بطل بعد كده، ولكن هو بطل ثاني لا يستغنى عنه. وبينجح كابتن مصر، والله ما بحسدك يا فنان ولكن بقول الحقيقه. وبعديها بيعمل مسلسل لفه مع دنيا سمير غانم، ايوه مرتضى ابن خالتها، وكانت بتدلعه مرتدل. بلاش ادلعك؟ لا لا، دلعين. المهم المسلسل ده بيكسر الدنيا وقت عرضه، وفي نفس السنه بيكون عمل برضو الجزء الخامس من كبير قوي، بيكون ده اخر موسم في الفتره دي، ويبدا يتجه بقى الى الافلام مع محمد امام. بيعمل جحيم في الهند، ويقوم بدور العاسف. اي بنشوف دوره والعلاقه التوكسيك اللي كانت بينه وبين الغوريلا لما شقطها بالبتاع اللي معايا دي، مش عارف اسمها خالص، فلو عارف قول لنا تحت في الكومنتات. وعزف لها موسيقى التايتانيك ووقعت في حبه حرفيا، وينجح الفيلم ويحقق ايرادات كويسه، لان بيكون في شباب كتير في الفيلم محبوب في الفتره دي، واولهم محمد سلام طبعا. بعد كده بيعمل فيلم اخر ديك في مصر، امسح مكياج صاحبتك هتلاقي سيد ابن عمتك، مع محمد رمضان، ومش بيكون اكبر نجاح لان ده تاني او تالت تجربه كوميديه لمحمد رمضان، الناس مش بتكون متحمسه للفكره. فبيرجع بعديها بسنه يعمل فيلم عندما يقع الانسان في مستنقع افكاره فينتهي به الامر الى المهزله، ودي برضو نفس الجمله اللي المؤلف قالها لبيومي فؤاد من يومين عشان اللي عمله. المهم محمد سلام بيقوم بدور هاني في الفيلم ده، وبيكون دوره جامد بصراحه، الفيلم جامد اصلا. وانت هاني عامل ايه مع المجزه بتاعتك؟ انا تعبها. بس هو ما نجحش وقت عرضه علشان كان الاسم غريب، وتقريبا ما نزلش في السينما كتير اصلا اسبوع وتشال. ولكن استوب هنا، احنا نسينا حاجه اهم، يمكن تاني اكتر دور اثر في الناس. ايوه، هاني دبدوبي، نيلي وشريهان، المسلسل الاكثر مشاهده على اليوتيوب. المسلسل ده كسر الدنيا، ومن اكتر المسلسلات اللي لو اتعادت عمرك ما تزهق منها، انه مسلي فشخ. دور هاني اللي شعبي قوي وبيحب ايمي سمير غانم، اللي لو تعرف كان اسمها ايه في المسلسل تبقى الو. المسلسل اسمه نيلي وشريهان اصلا. صباح الفل. المهم هاني ده بيكون عكس شخصية سيف خالص، وبالمرة لو عايز تعرف الفرق بين سلام وبيومي ممكن من المسلسل ده تفهم الفرق. بيعمل بقى مسلسلات تانية كتير وافلام، ولكن بتكون عادية اللي هي حلوة عادي، فاهم كده؟ مش الواو، باستثناء طبعا مسلسل في اللالا لاند اللي نزل 2017 اللي كان بطولته هو ودنيا سمير غانم، وبيعمل دور الظابط فاكرينه، ومسلسل ربع رومي اللي كان قايم فيه بدور عمر الشريف. المسلسل ده اكتر مسلسل ممكن يطلع منه من تقيلة قوي وحقيقية لبيومي فؤاد، ولا اكن قلت حاجة. يلا نكمل. وفي 2018 بيقرر يعمل مسلسل بطولته هو، ايوه مسلسل خفة يد، حد اتفرج عليه؟ اظن ما نجحش وقت عرضه ولا نجح عموما. سلام بيتظلم قوي لما بيمسك فيلم او مسلسل لوحده، او يمكن هو ما ينفعش يبقى بطل اول. المهم بعديها بسنه بيعمل مسلسل بدل الحدوته 3 مع دنيا سمير غانم، من المسلسل ده بقيت تحس ان بينهم كيميا كده حلوه قوي. 2020 بقى بيدخل لنا بالتقيل، بيعمل مسلسل هو وتوتا، مسلسل الشركه الالمانيه لمكافحه الخوارق، والمسلسل ده صراحه نجح اول ما نزل، بس اكيد مش النجاح الخارق. حلوه دي، ماشيه كافيه.
لكن افضل من تجارب فاشله كتير، وبعدها بيغيب فتره كده سنه ولا سنتين يطلع ضيف شرف بس في المسلسلات لحد ما بيرجع لنا بمسلسل الكبير قوي الجزء السادس والسابع، وطبعا بيكون اخر مسلسل ليه جت سليمه اللي بيكون بطولته هو ودنيا سمير غانم برضه. كل دي كانت المسلسلات من فتره 2016 لحد دلوقتي اللي نجحت او كانت مع الناس عموما، لكن في مسلسلات كتير قوي ظهر فيها بس معظمها ضيف شرف او ما علمتش مع ناس كتير. اما لو شفنا الافلام في الفتره ما بين 2016 لحد 2023 فهنلاقي همهم فيلم الطيب والشرس واللعوب اللي انا لحد الان ما اتفرجتش عليه. حاجه عجيبه جدا. فلوس؟ لا فلوس مش انت اللي بعت. تعرف بصراحه حلو ولا لا؟ ممكن تقول لنا لو انت اتفرجت عليه. وبيعمل فيلم الفلوس بدور حامد وسامح في فيلم الغساله. الصراحه فيلم الغساله ده عجبني قوي ودوره عجبني، وبيعمل لنا بعدها فيلم من اقوى الافلام الكوميديه اللي ممكن تتفرج عليها. ايوه فيلم وقفه رجاله. الفيلم ده بينزل في 2020 وبيفكروا اصلا ان هم يعملوا له جزء تاني، لا هم بيكتبوا اصلا في الفيلم. فعايز اقول لك ان نجاح الفيلم ده كان خارق جدا. انا مشكلتي ان انا اتفرجت عليه تصوير سينما لحد دلوقتي. الفيلم ده مش انا الوحيد اللي مش معلم معايا عشان اتفرجت عليه تصوير سينما، ويا ريت ما اتفرجت عليه تصوير سينما. بيجي في 2021 يعمل بطوله شبه مطلقه. ايوه فيلم للايجار اللي بيتظلم جدا في الايرادات وبيتشال من السينما بعدها باسبوع اصلا ولا بيومين. كان خالد الصاوي كان عامل دور جامد برده في الفيلم ده. وفي نفس السنه بيعمل فيلم مع المرغني ماما حامل. الفيلم ممكن ما يكونش عجب ناس كتيرة بس عجبني انا شخصيا. وبيجي في 22 يعمل 3 افلام منهم 2 حلوين وواحد مش حلو. الحلو هو حامل اللقب اللي بيكون بطولته هو وهشام ماجد، وتاني فيلم فيهم كان حلو كان فيلم عمهم. مش حلو بقى فهو نبيل الجميل اخصائي تجميل. وفي 23 ما عملش غير رمسيس باريس. يعني سنة 2023 كلها ما عملش غير فيلم واحد، فمش عارف انا ليه ده. يمكن عشان هو ساف المسلسلات شوية. هو برضو عامل 3 مسلسلات في 2023 فحاجة جبارة. المهم بعد كل الاعمال دي هل سلام بيقدم فن ولا عن؟ اظن الرسالة وصلت بيومي. سلام.